بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زهرة البابونج أو الكاموميل هي من أبرز النباتات الطبيعية المستخدمة في الأغراض التجميلية، والتي تفيد في تنقية بشرتنا وتفتيحها. كذلك البابونج أو الكاموميل يساعد على شفاء الجراح، كذلك يعمل على تهدئة الأعصاب، وتعد عشبة البابونج من أشهر الأعشاب التي تستخدم لتفتيح الجسم والشعر. وهذه الطريقة رائعة جدا، وهي بمكون واحد فقط، اللي هو زهرة البابونج أي الكاموميل، لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة والشعر. نحتاج في هذه الوصفة إلى لكل ملعقة طعام من زهرة البابونج أي الكاموميل نحتاج لكوب من الماء. نضع البابونج مع الماء على النار ليغلي لمدة 5 دقائق، نتركه في الإناء ينقع حتى يصير فاتر، وبعدها يتم وضع تصفية الماء، ماء البابونج، ووضعه في علبة بخاخ. وبعد كل استحمام وأنت في الحمام طبعا بخي على كل جسمك، يوضع في بخاخ، يبخ على كل الجسم بما فيه المناطق الحساسة والشعر، واتركيه ينشف، لا تشطفيه، يوحد اللون، يفتح المناطق الغامقة بالجسم، يزيل الحبوب، يقضي على رائحة العرق، يعالج التهابات المنطقة الحساسة ويشدها، ويعطي لمعة للجسم وكذلك لمعة رائعة لشعرك. طبعا هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل، يمكن استخدام هذه الوصفة ولكن مرة واحدة فقط في الأسبوعين. المرضعات يمكنهم استخدامها يوميا لا خوف منها، كذلك البنات الصغار يمكنهم استخدام هذه الوصفة للشعر، تفتيح لون الشعر. الأولاد الصغار يمكنهم استخدامها، كذلك للرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة، ولكن هي صالحة الاستخدام في الثلاجة لمدة 3 أيام فقط. يجب تغيير ماء البابونج، ولكن إذا عملت كمية كبيرة من ماء البابونج يمكنك تصفيته ووضعه في المجمد في علب واستخدامه بعد تدفئته. كذلك ماء البابونج هذا يستخدم كمنظف جيد لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة الدهنية والحساسة، حيث أنه يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة. طبعا وسبق وعملت وصفات به بقناتي كريم البابونج ومكعبات البابونج، والحمد لله نالت نجاح. كذلك مغلى البابونج يساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب، وقد أدخل البابونج في صناعة الكثير من كريمات العناية بالبشرة، له نتائج فعالة ورائحة طيبة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.